ساعتها فشلت في الفرقة الموسيقية بتاعت السويس وقتها لا بقى. اسد اصلا تجنبت الموضوع يعني يعني كنت عملت الفرقة الاول وبعدين رايح بتاخد رأيه. لا لا كان ده كان في الاوائل لسه قبل الفرقة وكده. بعد كده يعني ربنا بيقول لي كان عندي حسن ظن عبدي بي. طبعا أنا هي بتقال انا عندي ظن عبدي بي. انت بتقول حسن ظن عبدي بي عشان العظيم. انت عايز حسن الظن. انا يا رب انا رب انا رب يعني غلبان. انا عملت اللي عليا وتوكل يعني. انا عارف رب بالورقة وبالقلم ما ينفعش. ولما نزلت ليه بالورقة والقلم ما ينفعش يا عم. لما نزلت القاهرة ايه؟ واحد نزل رمسيس مع 10 جنيه في جيبه. وايه يعني؟ ما حدش في 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 البلد دي عارفه. هتحط نفسك وسط ازاي في البساتين؟ والله العظيم رحت البساتين جبت شقه ب 150 جنيه في الشهر. وكنت على الارض. منين 150 جنيه دول؟ كنت بشتغل في مطعم اسمه فلفلة عند مزبيرو في الشارع بتاع رمسيس هيلتون ده. ايوه بشتغل كاشير من 12 ل 8. بشتغل كاشير في مطعم هناك من 12 ل 8 وبعدين باخد 300 جنيه في الشهر. وقعدت 150 وتاكل ب 150. ساعات بقى تبسي يجيلك بتاع زبون يسيب 2 جنيه على 3 جنيه على 5 جنيه. ساعات بيقولوا ان عمر كمان بيحكي القصص دي عشان يستعطف الناس. يعني لما قال انا كنت بشوف الواحده وممكن البس لها الجزمه وانا مثلا في المحل الاحذيه. لا اصل انا النهارده عملت كليب. انتوا ليه بتشوفوا انا عملت كليب عليا؟ انا انا النهارده عملت كليب اسمه انا في البلد عاد ما جاب 20 مليون الحمد لله اغنيه نجحت. بقول الشماتين الشماتين مستغربين مني بخير لسه دول غلبانين ومفكرين ان الحكايه خالصه الله المعين يا زمان لعين وبلتني بقبلسه نصبوا الكمين الغدارين وبيلعبوا. بقول ان انا الناس كانت هتشمت فيا بقول اسند بلد ولا ميت بلد يا زميلي تسندني اخوك اسد بس الحسد هو اللي رقدني وكابول يعني انسان كان هيقع ربنا لطف بيه وكده ورجع تاني. وانا بقى بكلم اللي كسروني هكلمهم ازاي؟ اكلمهم انا جايب عربيه فيها استحاله يعني. مين كسر عمر كمان؟ لا كتير كسروا بنفسي طبعا. عملوا ايه؟ قالوا ايه؟ اللي طردني واللي زلني وقفنا على باب محله وما شغلنيش. قال لك انا هخليك واقف كده وبرضه ما عرفش. استنيت ده على بابه قد كده ما حتى ما عبرنيش. واللي كسرت نفسي ما رضيتش بيها عشان انت مش حاجه كتير كتير. قدمت لحد طبعا طبعا طبعا. قالت لك انت مش حاجه؟ رحت اجيب لها وقلت الكلام ده كتير انا كنت واحده فاقه وبدات اجيب لها شبكه وكملت لا انت معكش ومش معكش وكسفت كتير. ما كنتش لسه عمر كمان خالص طبعا. طب لما بقيت عمر كمان لا كتير بقى موجودين بقى فكرتش تعدي على كل باب رفضك انه انا بوريكم ان انا عمر كمال مثلا؟ النجاح السلبي بيخليكي بسامحه الناس ابتدي خالص مش عايز اعرف هي متجوزه مش متجوزه بالظبط مش مستاهل اصلا اضيع وقت معاك ده وقت في حاجه مفيده مش مضيع مش مستاهل اصلا. طب عمال تقول الحسد عمل ايه في عمر كمان؟ انت مؤمن بالحسد؟ لا ازاي؟ خالي ليه بقى؟ هو الحسد معانا ما عملش حاجه. ماشي بس شفته في القران ويجي يقول لك انه عين ممكن تصيبك تتعبك انا شايف ان ربنا مش هيعطل لي حالي او مش هيأذيني بسبب واحد. لا هو لن ياذن ليهم بالضر بس ممكن يكون حد يحسدك غصب عنك. شوف لابس عامل ايه؟ يحسد ده الاخ بيحسد اخوه احيانا يحسد بس انا بعمل الخير وبعمل اللي عليا وقريب من ربنا. يعني انت عمرك ما اتحسد؟ ما اظنش. لا ما فيش مساحه. يقول لك يا عم عمر ما انت برضه نجمك عالي دلوقتي بقى ومش بسمع حسد بقول ذنب مننا هو كل حاجه حسد يعني احنا ملائكه. ايوه في بيبقى ذنب مننا سبحان الله. احنا ما حدش فينا بس احيانا بنسمع بودننا مثلا شوف يا اخويا لابسه مش عارف ايه شوف مش عارف بس عندها ايه وانا ما عنديش أنا ده بيبقى ذنبنا احنا. انا قناعتي وظني في ربنا ان ما فيش حسد اذهني بصراحه يعني ما فيش حد ان هو لا يجي يركز فيه. ولو ربنا في يوم قرصني عشان ذنب عملته ولا سحر زي ما بيقولوا مثلا اصل سحر اتعمل لي يقول لك نادي كذا متعطل عشان كذا يقول لك دي ما بقتش تغني عشان اتعمل لها سحر يقول لك دي رقدت في السرير عشان مش عارف ايه. لا ما حصليش. ولو متضايق ارجع اصلي بكلم بجد والله ارجع اصلي الدنيا بتمشي كده معايا الحمد لله. بتدعي ايه الدعوه لما بترجع تصلي؟ يا رب لو عملت حاجه غلط او في ذنب انا عملته موقف لي رزق او موقف لي حياتي يا رب اكرمني بلاش عشاني عشان يا رب عشان فرقتي عشان امي عشان دعوتهم عشان اخويا اللي شغال معايا وابنه عشان بستعطف ربنا جدا بكده بعرف اتكلم معاه جدا يعني ربنا اصله حبيبي وبيني وبينه يعني عمار يعني وانا بشوف ان ربنا اجمل واحن والطف واكرم من في ناس متخيلاه يعني بشوف ان ربنا الله. ربنا ما خلقناش عشان يعذبنا ربنا مش واقف لك على الواحده ربنا مش جايبك يقدرك ربنا مش جايبك يعذبك مش ماسك سالي مثلا او عمر تعالى لو فوتت الفرد ده انت الناس تقول لك لا خلقنا في كبد مش كبد كده فيه ربنا جميل يسر ربنا جميل ربنا جميل جدا.